السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شبابنا؟ عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل ان شاء الله. النهاردة في منوعات رحالة بإذن الله عاملين رحلتنا على العين السخنة. ده منظر المرسى بتاع العين السخنة، ودي اليخوت بتاعتها، المراكب اللي احنا بنطلع فيها. طبعا الرحلات اللي بتبقى هنا بتبقى رحلات بحرية، فبنطلعهم صيد وبنطلعهم برضو سباحة، في برضو سنوركينج كويس. ان شاء الله يبقى يومنا جميل بإذن الله، وتقضوا معانا يوم كويس. خليكم معانا. ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شبابنا؟ عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل ان شاء الله. النهارده يوم جميل باذن الله. يومنا النهارده مختلف شويه، يوم ترفيهي وصيد في نفس الوقت. النهارده ان شاء الله احنا طالعين نتفسح ونصطاد في السخنه. طبعا احنا النهارده ان شاء الله في ضيافه الحاج اشرف ابو اعمر، صديق اخويا وحبيبي محمد السيد ابو عبده، غني عن التعريف طبعا. ومعانا حبيبنا وابونا، هيعرفنا بنفسه محمد العطار والحاج حسن. ان شاء الله احنا النهارده على يخت الريس ابو عبيده، ان شاء الله يكون يومنا جميل باذن الله ونتفسح مع بعض. وطبعا مش عايزين ننسى الكينج بتاع التصوير اللي هو بيصورنا، المفاجأة بتاعتنا أبو عبده وعبده الصغير. خليكم معانا شباب، إن شاء الله يبقى يومنا جميل. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. ده يا جماعة إن شاء الله برضو المكان اللي احنا فيه. خلاص صباح ابو عبدو، صباح بقلب محترم. عندنا برضو المطبخ الصغير ده، وهنا ان شاء الله دول 8 سراير، هنا 4 وهنا 4، لا تحت هنا بتاخد 9 يا جماعه، 9 سراير. ده طبعا الممشى بتاعنا. الكومندان بتاعنا اهو برضه. صباح الفل ابو عبيد، صباحك زي الورد. دي بروتنا هي، نهاركم فل ان شاء الله، واللي جاي احلى ان شاء الله تعالى يا كريم يا رب. ربنا كرمنا اهو، حاجه ضربنا حاجه يا جماعه الجر اهو. على مالك؟ ها على مالك، سيبه يتعامل يا ابو عبيد، اديله بس بالراحه. بالراحه تعال يا كريم، بالراحه بالراحه بس. يلا اطلع انت زي ما انت، متحركش انت، خليك بالراحه بالراحه، اطلع له انت بس كده ورا. بالراحه 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 يا عم، سيبه بقى معلم، سيبه ليه كده؟ نقلت مكانك ليه؟ بالراحه بالراحه، يلا بس، يلا 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 يلا، ارفع الراس ارفع الراس. باراكودا اهي، باراكودا. يلا صلي صلي، اول استفتاحنا يا شباب، صل على النبي صلي، اول استفتاحنا ابو عبدو. تفائل بالخير وتجد يا ولدي يا كريم يا رب. قلت لك تفاجأ بالخير ويجي ان شاء الله رجال احمد. تفائل 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 عبدو،
مشكله انزل بيها يلا. لا ما خلاص فايز انزل انزل الصلاة على النبي. ايوه ادي بركوره بركوره دي ولا دراك دي يا دراك طلعت اهي بالصلاة على النبي. طلع وش طلع ايوه ما شاء الله ما شاء الله يا احلى ان شاء الله. واحده واحده اللهم صل على النبي. ما شاء الله بالراحه بالراحه تعال سبعه يا اشرف ولا تعال تكتش اشرف ما تدكتش تعال اللي بتاعتك يا عم ان شاء الله خير بس نجيبوها بس الاول وبعد كده ربنا يكرمك. الله يستر رزقك يا اشرف. خلاص لم اشرف بالراحه اللهم صل على النبي. لم واحده واحده النبي واحدة واحدة النبي. ايوه ايوه بسم الله ما شاء الله. خلاص اشرف ما تخافش اشرف بس هي بتبقى مشكوكة. بس بس اطلع اطلع ما تخافش. اصبر انت اصبر 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 يا حبيبي. راح اولادها تخلع. اصبر يا حبيبي. عايز حد يجيبها بايده. نجي لك اشرف. يا رب السنة دي. هكتبون جزاء يا جماعة. صوت. عدت بيقم. يا كريم يا رب. اللهم صل على النبي. ايوه ابو عبده اللي جاي احلى ان شاء الله. ابو عبده عليك ابو عبده عندي سمح الخالقة. الله نور يا ريس. روح بالراحة بالراحة. واحدة واحدة السمك اللي ضاع منه النهارده كبير. بتاعت 10 قلت للارض بتاعت 10 قلت لما ماشي لا 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 انا عايزك تهدى خالص. انا بلاطة اطلع اطلع بلاطة بس 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 بالراحة 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 بالراحة. انا هندور هي انا هنشرك انا هنشرك الشوكة مش هتنفع. بس عين عليه لعيب برضه لعيب. الله ينور عم سام. عليك ابو عبد عليك ابو عبد والله تسلم ايديك كلك والله يمكن جميل والله العظيم. اديني وشك يا راس خدنا يوم قبل حبيبي حبيبي يا ابو عبد. اديني انا يومك جميل والله والله يومك جميل. تسلم ومحترم الله يديك الصحة. اليوم بيك اجمل عم سام. الله يستر عليك يا احلى ان شاء الله رجال حبيبي. هنا بس تطلع ان شاء الله. بسم الله بسم الله يلا بينا. حتى والله يا عم حمد زهر نعم اشرف كشر بالصلاة على النبي. ايدي اهي شايفين يا جماعه عامل ازاي. يلا يلا الصلاة على النبي ده اللهم صل على النبي. حتى كده اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. استنى يا جماعه انا كنت عارف قول لي كده شيء خنزيره ملونه. خنزيره ملونه اه بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. صور عليها يا معلم مع حسن. عم حسن اللي منور الدنيا الراجل الطيب اطيب واحد في طقم الرحله كله النهارده. اي والله ابو فلينا موهبه. لا لا سلك السم منها يا معلم. تعرف تعرف سلك السم منها. اه بابا ما كانش يلا بسم الله ما شاء الله النار. حلاوتك في البربون يا عبد الرحمن. هي ما شاء الله الله يزيدك يا رب الله يبارك لك. عبد الرحمن ده ايه جميل بيسلك. قوم داخلين فين الله اكبر. صلاه النبي على الشوكه يا ابني. الشوكه يا ابني انت اهو الشوكه واسعه يا رب يا مسهل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا ابني الله. بس بقى سيب الخيط بقى وسيب الكلام ده بقى يا عم. عبد الرحمن بلاش بقى الحركات دي. عبد الرحمن تسلم يا رب. تسلم يا حبيب قلبي. وانت ما ترفعش خلي العود ثابت خلي العود ثابت. بسم الله ما شاء الله واحدة واحدة. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بالراحة 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 ماشي ماشي راحت موعدين والله الحمد لله. يا جماعة جنب روتا اهي شغالين بنظام الفيلا الحرة. الصلاة على النبي. روتا في المالح تقدر تقول تسريح ليه. أيوه تقدر تقول يا رجالة إيه
تسريح ريم. يا عبدو. ريم. تسريح ريم. اهي. واللي جاي ان شاء الله احلى باذن الله احلى. شفنا الجميل مع عم سامع الخوالق ومعلم اشرف ابو عمر. حبيب عم عبدو. حجاج شرف. طبعا. بقدر الرئيس عبيد الرئيس المحترم يعني. معلم اشرف. على الله. اشرف. حج محمود. مهندس سامي. الله يصلح حالنا وحالنا. حمد محمود راجل السكره سواء الجميل بتاعنا. صباحك تسلم يا برنس. تسلم. الجاي احسن باذن الله. احلى ان شاء الله.